وما زلنا معكم مشاهدينا في هذه التغطية المباشرة لفعالية اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، ونتابع الجلسات التي تعقد طوال اليوم. وبدأنا بالجلسة الأولى التي حضرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ، التغيرات المناخية، ونتحدث بالطبع عن كوب 27 أو كوب 27 الذي سوف يعقد في مصر في نهاية العام الجاري. ينضم إلينا الآن الأستاذ أيمن السيسي، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. أستاذ أيمن، تحياتي لحضرتك. يعني قضية التغيرات المناخية هي قضية هامة لها القيادة السياسية أهمية كبيرة، كيف ترى الجهود المصرية في هذا الاتجاه؟ شوفي، هو الاتجاه المصري وخصوصا تحديدا عند الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة هو العمل على يعني مساعدة القارة الأفريقية بشكل كبير. أنا هتكلم في حتة محددة بس، هو دايما كان أو هو عنده التوجه إليها هو النهوض بأفريقيا، ومن جزء من النهوض بأفريقيا هو أتكلم أكثر من مرة في أكثر من مؤتمر حوالين كيفية مساعدة أفريقيا للتغلب على المخلفات أو نواتج التغيرات المناخية، خصوصا أن هذه التغيرات أدت إلى إفقار، أدت إلى يعني الجفاف والتصحر في كثير من الدول الأفريقية أو في عدد من الدول الأفريقية التي تنبع منها خطورة حاليا على مجمل القارة، سواء من خلال النزاعات العرقية أو الإفقار اللي بيؤدي إلى ارتماء أبناء المناطق التي عمها الجفاف في أحضان الجماعات الإرهابية والأعمال المنافية للأخلاق والأعمال السيئة زي تهريب المخدرات وتهريب البشر وتهريب السلاح. ولذلك كان حديث سيادته في أكثر من مؤتمر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة وفي المؤتمر عن كيفية أنه طلب مساعدة الدول، يكون في مكون مالي من الدول الأوروبية والدول الصناعية ومجموعة الـ20 لتعويض الدول الأفريقية عن هذا الجفاف والتصحر والناتج عن التغيرات المناخية. نعم. طب دكتور أيمن، يعني سيادة الرئيس لما قال النهاردة أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يدمر ولكنه أيضا هو الذي يستطيع أن يصلح ما دمره، لما نتكلم عن الشباب ودور الشباب في إصلاح يعني ما أفسده الدهر، فدور الشباب، وإحنا تابعنا من خلال الجلسة أحد الشباب كان بيتكلم على دور الشركات الناشئة والستارت أب في تقديم يعني يد العون للجهود الرسمية الحكومية في تقديم معلومات، بيانات، تطبيقات واستخدام التكنولوجيا الحديثة. كيف يمكن استيعاب الشباب الذي لديه العلم ولديه القدرة ولديه الإرادة والطموح للاستعانة به والاستفادة من قدراته في هذا المجال؟ يعني ده مهم جدا، واعتقد او هو اللي باين واللي شفناه انه الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه مهتم بهذا القطاع من العمر او الشباب تحديدا. وحتى شفنا انه اكاديميه الشباب وهذا المنتدى واعداد القاده والشباب اللي تم اعدادهم والحقهم في الوظائف التنفيذيه كمساعدين للوزراء والمحافظين، لان هذه الفتره هي فتره الـ يعني عبقريه الابداع وقمه الجهد وقمه الحيويه وقمه النشاط، ولذلك الشباب يعتمد عليهم. لو شفنا لو لاحظنا هذه المنتجات التي تمت في مصر والمشروعات العملاقة هي مبنية صحيح على خبرة الكبار وتوجيه الكبار والقادة، إنما بسواعد الشباب. الشباب هم الفئة الأغلب في مصر طبعا وفي الدول الأفريقية والعربية، هي فئة الشباب الأغلب وهو الرهان الحقيقي في المستقبل وفي الوقت الحالي على الشباب. لكن استفادة منهم ما تم الاستفادة منه في مصر سواء على مستوى تدريبهم أو على مستوى تأهيلهم للقيادة وللإبداع وللنبوغ، أتمنى أن يكون هناك يعني لجان دائمة
تحتضن كل الأفكار. إحنا عندنا هذا المنتدى أصبح مفرخة لأعظم الأفكار الإنسانية في ما يخدم الإنسان في كل مجال من مجالات الحياة. وعندنا تلاقح فكري كبير جدا من شباب من مختلف دول العالم. هذا يعني أتمنى أن يكون هناك لكي نستفيد بشكل أكبر مما هو حادث الآن، أن تكون هناك لجان نوعية لمختلف التخصصات الإبداعية، سواء في على المستوى الإبداعي في العلوم الإنسانية والإبداعية أو على مستوى العلوم التطبيقية والعلوم الحديثة. وعندنا شباب كثيرين جدا سواء في مصر أو في الدول العربية أو الدول الأفريقية أو ممن ساهم من مختلف الدول العالم، أعتقد ممكن نستفيد منهم. مش مصر بس تستفيد، لكن الإنسانية كلها بشكل عام تستفيد، وهو ده دور مصر الحقيقي على مدى التاريخ، يعني إفادة الإنسانية بشكل كبير. نعم أستاذ أيمن، يعني في إطار مواجهة التغيرات المناخية مصر وضعت أكثر من استراتيجية. هناك استراتيجية خاصة بالطاقة المتكاملة والمستدامة حتى 2035، هناك أيضا خطة استراتيجية قومية للموارد المائية، سواء الحفاظ على الموارد المائية أو تحسين جودة المياه أو تطوير مصادر المياه. يعني في هذا الاتجاه بالإضافة إلى جهود الدولة، هل من الممكن الاستفادة من جهود القطاع الخاص، وكيف يمكن أن يقتحم هذه المجالات التي أصبحت الآن مجالات حيوية وهامة في مجال يعني مكافحة التغيرات المناخية؟ شوف، هي مهم مشاركة القطاع الخاص، لأنه يعني مضى الزمن الذي نعتمد فيه في كافة مناحي الحياة على الدولة بس. الدولة بس لن تستطيع أن تنجز أشياء كثير. يعني ما حققته الدولة حاليا كثير، ولكن على القطاع الخاص أن يساهم. القطاع الخاص هو يعني احنا هنقول على القطاع الخاص بروافده المتعددة، منها الصناعي وحتى العمل التطوعي، الجمعيات، المنظمات، المجتمع المدني، لابد أن يكون لهم دور. احنا شفنا الحقيقة مساهمات منظمات المجتمع المدني التي فعلت أو عملت للصالح العام، وشاركت إنجازات، شاركت حتى أن الدولة أوكلت ليها بعض المشروعات في حياة كريمة، زي مؤسسة صناع الحياة وعلى رأسها سيادة الوزير السابق محسن النعماني. وحققت الحياة حاجات كتيرة جدا، وشكلت كثير من الشباب على فطرة التطوع. يعني الحياة بقى عندنا شباب من أحسن الشباب المتطوعين في العمل الإنساني وفي مختلف المجالات، بداية من يعني المساعدة المحتاجين وحتى إنجاز مشروعات حقيقية. ده جزء. الجانب الآخر اللي هو القطاع الخاص الصناعي والزراعي الذي استفاد من أمن الدولة، من يعني الأمن في البلاد، استفاد من القوانين في البلاد، استفاد من الدولة الحارسة والحامية، لابد أن يكون له مشاركات. يعني احنا بنشوف حياة كريمة النهاردة في الصعيد في أماكن بيدوروا على أنهم يبنوا مساكن للفقراء والناس الأكثر احتياجا، وما فيش، في حين أنه مش متوفر لهم أرض في أملاك الدولة اللي هي تبع الوحدات المحلية أو المحافظة أو المدينة، في حين أن كثير من الأثرياء عندهم مساحات كبيرة. لماذا لا يتبرع مثل هؤلاء؟ يعني التبرع او انه الاغنياء الذين اثروا من هذا الشعب ومن هذا البلد، لابد ان يكون لهم دور حقيقي في تنميه وخدمه المجتمع، لان هو في النهايه هذا هو العائد عليهم. يعني احنا لما بنعمل بيبقى في بنقلل حجم البطاله نتيجه الاعمال، ده بيقلل الخطر على رجل الاعمال نفسه، على المستثمرين. صحيح. فبالتالي وجودهم لابد أن يكون مؤثر لصالح هذا المجتمع اللي هينعكس عليهم إيجابا. تكاتف القطاع الخاص مع الحكومة ده أمر يعني ضروري ومهم في أي دولة، ليس في مصر فقط. أنا بشكرك جزيل الشكر الأستاذ أيمن السيسي، نائب رئيس تحرير الأهرام.